والشرف هو اللي كيساعد لي التنفيذ في الوقت امامنا. انا زيتي كطلب اللاعبين ان يكون هناك حراسه فرديه على اللاعبين. ايوب بوشرف كيلعب الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه زكريا الهبطي في اتجاه لعبه محمد زريده، هذه فرصه يسري بوزوق، يسري بوزوق على محمود بتيك، فرصه للرجاء ترفعت الكره والهدف. حمزه خاب لم يخب ظن مدير كبير في ادخال حمزه خاب الذي تمكن من وضع الكره في الشباك. هدف تعادل لفائده فريق الرجاء، فرحه كبيره للاعبين ولجماهير الرجاء وللطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي بهذا الهدف. تمريره ممتازه بشكل جيد، شطات الكرة اللي محمود بنتيك على مستوى الجهة اليسرى وحمزة خابة يضع الكرة في الشباك. نتابع هذه المحاولة، يسري بوزوق يمرر باتجاه لاعب محمود بنتيك، ما زاد من قص وضع الكرة تدور في عدن عبد الحق عسل الذي سيحاول وضع الكرة في الشباك، وأنه مرة أخرى للشباب المحمدي يأخذ التقدم في الوقت اللي أنا الزيتي يعلم جيدا قيمة هذه ضربة الجزاء. قد تكون ضربة للتأهل بالنسبة لفريق الشباب المحمدي. لاحظوا رشيد روكي اللي ما قدرش انه يشوف هاد ضربه الجزاء، ضغوطات كبيره سنتابع. اذا عبد الحق عسال يستعيد التنفيذ، عبد الحق عسال تعلق انس عزليتي، تعلق انس عزليتي يرد على المهدي الحرار الذي تمكن من التصدي لضربه جزاء. سفيان بجديده الكلمه لحراس على المرمى في هذا المباراه، الكلمه لانس الزليتي ولمهدي الحرار. اذا عبد الحق عسال لم يتمكن بهذا ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. سفيان بجديده يستعد للتنفيذ، سفيان بجديده جزاء وتدخل ممتاز للحارس مهدي الحرار. فرحة كبيرة جماهير شباب المحمدية تابعوا من جديد سفيان بجديدة يسدد في مناسبتين. مهدي الحرار كيتمكن من التقاط الكرة، تابعوا من جديد تضيع ضربة جزاء بالنسبة لفريق الرجاء من زاوية أخرى، وهذا كيبين الضغط. كاش وضعية تسلل هنا، تسديدة أو تمريرة، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء، هدف ثاني بواسطة اللاعب محمد زريدة. زريدة يضع الكرة في الشباك، فرحة كبيرة للاعبي فريق الرجاء. تلعبات الكرة بسرعة، زريدة في المكان المناسب يودع الكرة في الشباك، فرحة كبيرة للاعبين ولجماهير فريق الرجاء. محمد زريدة تابعوا من جديد، يسري بوزوق نفذ الزاوية الرأسية بطريقة ممتازة بقوة. لاحظوا هذه المحاولة اللي منحات هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. محمد زريدة يعني القوة ديال الرأسية يعني خلاتش أي رد فعل من الحارس مهدي الحرار اللي ما تمكنش من إبعاد الكرة. الرجاء الكي ياخذ التقدم في الشوط الإضافي الأول، فرحة كبيرة.